الحموض الكربوكسيلي. الحموض الكربوكسيلي الصيغة اللي إلها بس تشوف انتبه سي او او اتش، هذا حموض كربوكسيلي، او ممكن يكتبوه سي او اتش رابطين رابطين، تمام. الخطوات مثل شباب، الحمض مثل الألدهيد، الحمض مثل الألدهيد، بتبلش من الزمرة الكربوكسيلي. يعني شو نعملها؟ نرقم أطول السلسلة، بدل كلمة من الطرف شو نقول؟ بنأمن. فخلينا نحطهم بهالمخطط الصغير، ألدهيد زائد شو؟ زائد حمض كربوكسيلي، هدول مع بعض بتأن بدءاً من COOH. يعني هيدي شو بيكون رقمها دايماً؟ واحد. بس شوف COOH رقمها شو؟ رقمها واحد. بس شوف COOH. أعطيكم مثال، الحموض وين موجودة عندكم؟ طبعاً ثاني شيء ما بيتغير لنا رقم الفرع، اسم الفرع، نكتب اسم الألكان الموافق هون. شباب ثالث خطوة، اسم الألكان الموافق، هون في رقم ذرة شيء؟ لا. بس تكون بدءاً من، ما في رقم ذرة، لازم تكونوا ميزتوها. مثل مين؟ مثل الألدهيد. صبايا على اللوح، نكتب اسم الألكان، بعدين بنحط اللاحقة احفظها او اي. او اي بنتانو اي هيكسانو اي بروبانو اي وهكذا. وين عندنا حموض بالمكثفة؟ بالصفحة رقم واحد من رابع شيء. يعني اول اثنين قلنا كيتون الدهيد، من رابع وانت ونازل لعند حمض 2 ايتيل 2 ميتيل بنتانو اي. هسه وين في؟ اها بالصفحة الثانية في حمض البوتانو اي وانت ونازل. في ثلاث مركبات حموض. ناخذ واحدة على سبيل المثال، سي اتش 3 سي او او اتش. يلا نرقم بدءا من الذرة اللي فيها او او اتش، يعني واحد اثنين. هون لازم نقول كلمة حمض، ليش ما عم نقول؟ فينا نحكيها لهي؟ لازم نكتب كلمة حمض. هو شباب شباب نكتب اسم الألكان الموافق او اي. قبل هدول، قبل الخطوطين، نضع كلمة حمض على طول. قبل الخطوطين نضع كلمة حمض، تمام. يعني أول ما بدك تبلش بالتسمية تكتب حمض، بعدين بتطبق شو؟ الخطوتين اللي عم نحكي عنه. يلا حمض، فرع ما في، اسم الألكان الموافق للرقم 2 إيتان،
حنظل ايتان شو بنحط له؟ او اي حنظل ايتان او اي طب هذا موجود عندكم. تعال ناخذ واحدة فيها سيارة شوكولاتة. شوف هيدي الثانية سي اتش سي اتش شوكولاتة سي او او تبع هاي يا فارس رتب من وين؟ لا يا حمار إلا بدءا من سي او او اتش. شفت لما واحد بيكون موجود جسدا لكن روحا برا؟ قبحك الله انت واللي سماك فارس. شوهت لي الاسم. اللي سماك فارس ولا اذا امك لا ابوك واذا ابوك لا شعرتنا والله. انا كان راح أطف عمتك خالتك ستك. أنا بابك كان تسميني بركات بس قلت بركات. فكل الجيش قال بينادو أبو بركات أبو بركات. ف أمي حامل قايلة إنه بس يجي الولد اسمه بركات. أمي ما عجبها الاسم أبدا أبدا أبدا. فكل وقت يتقاتلوا على إنه بدي يسميه بركات للزلمة. فيوم اللي تولدني بابا يكون مسافر صدفة سبحان الله ما بيكون موجود. فبياخذوها لماما على المشفى وما حدا بيعرف انه بدي يسموني فارس ولا هي تفتح عيونها شدك تسميه ما بتعرف تقول لهم فارس بدون تخطيط فبسجلوا اسمه فارس. فواحدة من اخواتي البنات انا بعد من اجت بنت 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 اربع بنات بعدي مباشرة رابع واحدة بيناتهم هن جابوا بنت قالوا يلا بنت الشاب بتعرفوا. الثاني بيقولوا يلا بنت ولا شاب ما فرق. بس بالرابع بيقولوا يلا بصيروا بنتين وشابين بيكتروا البنات. بالخامس بيقولوا يلا بدنا شاب ثاني بيكتروا البنات بحسن عن الشاب ويا ريته ما اجى الشاب اجى اخر شيء جننا وانا نحكي عليه هلا لانه هو اللي عم يرفع الفيديوهات على اليوتيوب. فرابع بنت راحوا لامي سالوها شو بدك تسميها قالت لهم كفى. شو كفى؟ كفى بنات يعني ما عاد بدي بنات. قاموا يسموها كفى. سبحان الله. اختي الرابعة اسمها كفى. رجعوا على البيت بيعلقوا بابا وماما شو كفى ما كفى. أنا بدي نادي بنتي كفى. لا ما راح سميها كفى بشكالة فيك راح سميها باسم أمي لطيفة. فبيسموها لطيفة. أمي ما بيعجبها لا ما راح سميها لطيفة بدي سميها هيفاء. عم سميها لطيفة إلا هيفاء راح يسموها بالنفوس لطيفة وبالبيت أمي بشكارة بابا بتناديها فقط هيفاء. نحن منحب الماما كتير فأختنا اسمها هيفاء فبتكبر هيفاء بيناتنا اسمها هيفاء. تروح على المدرسة صف أول بينادوا لطيفة جقر ما حدا بيرد لطيفة جقر ما حدا بيرد يعني هي اسمها هيفاء. كانت أنسة عربي عندنا بالمعهد سافرت كمان. فبيروح بابا بيجي بابا على المدرسة يقولوا بنتك وين ضايعة يقولوا نادوا هيفاء لنشو بنادوا هيفاء عم تطلع البنوتة. فدائما التسميات هيك واردة. فهي نحن عم نحكي لهم يا قبل الحياة الزوجية فقبل ما تخطب وتتزوج أول شيء بتتفق عليه اسم الأطفال. فأنت مين سماك فارس ما بعرف روحت لنا الدرس. لا يا سلام راح تسميني يوسف ان شاء الله. ما كمان دون تخطيط مسبق يعني انا كنت اسمي برهان مثل البابا بس اخوي سمى برهان ابو برهان ابو برهانين ما حلوه بالعيله خد على برهنه فالثاني بجوز نسميه بس انا نبي يوسف كثير بحبه ان شاء الله بنسميه واذا بنت بس هشام بحبه بس حسب امه كمان اذا بنت هي تسمي سمي معي بسم الله ورجع على الدرس لانه هذا بدي افحص بيها ولا عم تروحوا بيتكم تضرب بها الماركه حبيب القلب
كنت عم تلقم لك تضرب منك للتفكير رقم لك جميل مهندسي او اشتغل رقم يا جميل اسمع واحد واحد اثنين فوق او على اليسار فوق ولا على اليسار على اليسار على اليسار اول شي بنحط يا جميل بنحط حمض كلمة حمض هاي حمض بعدين رقم الفرع اثنين ميتين بعدين واحد اثنين لا اسم الفرع ميتين رقم الألكان ثلاثة بروبان برو نوي اكدولنا من الاسم معك وهكذا شو صعب اسم حمض اثنين ميتيل البروبان هيك اذا بدك ما في مشكله اذا بدك تحط ال بتعرف شفتها وين هون فينك تحطها فينك ما تحطها بس قبل الرقم بعد الرقم اكيد بدك تحط شباب هون بنحط ال التعريف هون ما في داعي للشحطه بس قبل الرقم وبعد الرقم بنحطها رابع نوع لا صاروا اربعه خامس نوع انتبهوا بسموهم مشتقات الحموض الكربوكسيليه انا انت حامل مخطط هون جميل مبين عليك هيك شيء الاسترات الاستر يا مهستر طيب انا قلت لكم هي هون شوف هذيك شو كانت سي او او اتش بتشيل الاتش شو بتضل سي او بس تشوف سي او او يعني استر سي او او حطينا الحمض هون معنا تمام اذا سي او او فكنت هلا عم تنادوني استاذ بركات سمي ملك بركات طيب شباب ممكن تكون هيك وممكن تكون سي او او بالطين رح ناخذ مثال او نكتب اول شيء اكتبوا هاي نشوف بتأمن ولا من الطرف نرقم اطول سلسله كربونيه نفسها بتأمن سي او او يعني الاستر صار مع جماعه هذول الالدهيد والحمض والاستر بدءا من ذره الزمره الوظيفي تمام اذا نرقم اطول سلسله كربونيه بدءا من سي او او يعني بتكون رقمها دائما شو دائما واحد ثاني خطوه رقم الفرع اسم الفرع ثالث خطوه اسم الالكان الموافق هون في ملاحظه كثير مهمه لنا نرقم اطول سلسله كربونيه بدءا من سي او او اكتبوا عليه وللجهة المعاكسة لأو يعني هيك انتبه بدي يكون عندك هون شغلات هون شغلات ما بترقب على الجهة تبعيد أو ترقم على الجهة الثانية يعني إذا بدنا نوضح لكم هي أكثر شوفوا كيف بدتكم وين راح اكتب القضيه هيك ركزوا معي شوي على الشباب طلاب يخربوا فيها سي او او هون يلي مع الاو بنسميه ار فتحه واللي بالجهه الثانيه بنسميه ار يعني في عندنا طرفين فانت ما بترقم الار فتحه بتروح للجهه المعاكسه لاو بترقم شو جهه يعني بين قوسين جهته برجع بعيد حتى لو هالجهه اطول تمام بتصدم اطول
للجهة الثانية لجهة مين؟ جهة الآر. ليه هيدي ما عم يرقموها؟ لأنه هيدي داخلة تسميتها بالخطوة الثالثة. إذا الجهة اللي قريبة من أو ما منرقمها ليه؟ لأنه داخلة تسميتها بالخطوة الثالثة. كيف؟ انتبه، نكتب اسم الألكان الموافق، منحط له اللاحقة وات مثلا إيتانا وات، بعدين منحط اسم الأرفق الإيتيل الميتيل، بعدين منحط اسم الجزر مين؟ أرفق. اسم الجزر أرفق. هلا بالمثال رح يبين معنا كيف عم نعملها. أعطونا إستر من عندكم للمكثفة. وين في إستراتي كشولنا هني؟ تحت حمض البنتانوئي بالصفحة واحد بالطرف اليميني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 من إيتانوات الإيتيل. ولا تحت بنبلش بأول واحد سيأتشك يا أعطيكم واحدة من عندي أعطيكم واحدة من عندي سيأل شكلات. خليك معي جميل مبين هون تيستر. سيأل شكلات سيأل شكلين سيأل شكلات. يا ركز يا قلب ركز يا رب. نرقم اطول سلسله بدءا من سي او او، يعني هيدي دائما واحد بس هون يبرو على اليمين يبرو على اليسار. الاو وين موجوده؟ على اليمين، ما بروح لعندها، بروح على الجهه المعاكسه. اذا مين بدي رقم اثنين هلا هديك ما بتترقم. هدول مع بعضهم اسمهم ار فتحه. شو اسمهم؟ ار فتحة. وفيهم زرتين سي، يعني هي هي نفس السي 2 اتش 5 واللي هي مين؟ الايتين. جمعهم مع بعضهم بتسميهم جزر. ما بتسميه كل وحده لحالها، ما بتتسمى اصلا سي اتش 5، معناها جزر. بتجمعهم مع بعضهم بتسميهم جزر. هلا بنشوف يلا فرع. في شيء فرع؟ هذا ما بنعتبر فرع، ها؟ هذا محجوز لتحت. ممكن يكون في فرع من هالجهة، هذا حكي تاني. إذا هذا الآر فتحة، شو كمان ملاحظة لنا هون؟ هذا الآر فتحة لا يعتبر شو؟ لا يعتبر فرع. هذا لا يعتبر فرع. يا نكتب اسم الألكان الموافق. واحد اثنين شو اسمه؟ إيتان. ركز معي إيتان. نضع اللاحقة وات. إيتانوات إيتانوات. ثم اسم آر فتحة مع بعض. شو قلنا هدول؟ إيتيل إيتانوات الإيتيل. صعب؟ أنتوا عندكم في عندكم إيتان موجودة والله عندكم إيتانوات الإيتيل بس ما كاتبينها بالصيغة عامة. وين موجودة؟ في تنوات الإيتيل اللي عندكم كأنه في خطأ. هذا إيتانوات الإيتيل اللي عندكم خطأ. إيتانوات الإيتيل اللي موجود بالمكثفة خطأ. اشطبولنا إياه، اشطبولنا الاسم الاسم اشطبولنا إياه.
تعالوا نسمي يلا سيارات شوكولاتة سي او او سيارات شوكولاتة رقمونا ياها واحد ليش ايتانوات اسمها ايتانوات البروبيل لانه انتبهوا بالار فتحه على اليمين كم شو اسمه عندكم عندكم ثلاث ذرات سي سميها ايتانوات البروبيل برجع بعيد ايتانوات الايتيل بالمكثفه خطا سميها ايتانوات البروبيل هيدي شو بنسميها استراد وهي الحالة 1 2 3 4 5 بنجي على الاميدات لسه في مشتقات حمض بنسميها اميدات هلا انا ما عاد الساعة عندي المخطط انتوا قبل المخطط بس انا رح اكتبها هون اذا خامس نوع الاميدات يا قلبي عم يحكي لا اله الا الله الاميدات هنحفظ الزمرة اللي إلها انطبع على الزمرة بيكون عندك سي شوفها فيها N فيها سي وفيها N فيها رابطين O شوف الحمود شو كانت سي رابطين O O H سي رابطين O O H طيب والاستراد شو كانت؟ سي رابطين او او جنبها اما هي سي رابطين او ان طبعا هدول ممكن يكونوا جذور ممكن يكونوا اشياء الاستر حطيناه مع بتأمن الزمرة هون بالاميدات نرتب اطول سلسلة انتباه بتأمن مثله شوف الحموض الحموض ومشتقاته بتأمن رحتوا الحموض ومشتقاته يعني مشتقاته الاسترات الاميدات اذا هون شو نحط له زائد مين الاميد اذا الاميد بنحطه مع هذه القائمه الدهيد حموض استر اميد بتأمن مين اليوم ما كان مسجل معنا مكثفة كيمياء يرفع ايده مين ما كان بياخذ معنا كيمياء واحد اثنين ثلاثة أربعة ما كتب معنا كيمياء هسا خمسة هسا والباقي الكل كان طب مين كان بالمجموعة الثانية انت كنتوا بالمجموعة الثانية اخذوا نفس الشخص ما حدا يدفع اليوم بالنسبة لجلسة الكيمياء تمام هيدي الضيافة من عنا اليوم هذه ما بصير الضيافة بضيف الشوكولا نحن رح نضيفكم انتو كل الشوكولا بالمصاري اللي قلتهم هلا اللي عليه دفع حساب قصب كذا هذاك شيء تاني بس اللي عم يدفع على الجلسة اليوم ما يدفع تمام يعني اليوم الجلسة هدية مننا لكم مجانية بمناسبة مصر ختام الدورة وخلصنا منكم والحمد لله شو عم سألك يعني قلبي في اميدات وفي امينات طبلي بالك هلا نحن بالاميدات بعد قليل بالامينات في وحده بعد انا قلت لك في السبع انواع يا فاطمه وعائشه من اول حصه ما كانت تخلص القصه تبعيتكم فاطمه مصره لاخر فيديو ينذكر اسمها والحمد لله شهرتي والله يا قلبي كثير مهم الموضوع يا رقم اطول سلسله بدءا من مو سي او او بدءا من شو شباب سي رابطين او يا يعني هي دائما شو بدي يكون رقمها واحد الخطوه الثانيه رقم الفرع بلا حكي واسم الفرع هذه ما عم تتغير خطوة الثالثة
اسم الألكان الموافق لأطول سلسلة، اسم الألكان الموافق، بعدين بنحط له كلمة أميد. بس في هون ملاحظة شباب، ملاحظة هامة في هاي. إذا كان الفرع مرتبط بالآن هون، إذا كان الفرع مرتبط بالآن نضع أول شيء حرف N بالتسمية. أول شيء بتقول بالتسمية حرف شو؟ N. أما إذا ما كان حرف N بده يكون رقم الفرع، يعني هو يا بده يكون مرتبط بالسي إلى رقم، يا بده يكون مرتبط بالآن. يعني الآن جاي بدل مين؟ بدل الرقم، بدل رقم الفرع. هلا بنشوف مثال، نعطيكم مثال من عنا. أول شيء سيقاط شكلاتة، سيقاط شنتنين، سيرو بطين او القطش اثنين. يا خليك معي، نرقم بدءا من سي رابطين او. انسى اخذت التفقد؟ انسى لا؟ وين التفقد؟ اسم الثلاثي رقم الاكتتاب، مرئي ورقه ثانيه، شكل ورقه خاصه. كل السنه نحن عم نحكي اسم الثلاثي رقم الاكتتاب. بكره اذا الشيخ مار بيناتكم بجد معي على حفل التكريم بصير بيعوض. كل رفقات بيكون جاب لنا علامه كويسه، رفقات يجوا على حفل التكريم او والله ها دفعنا لهم مصاري كل السنه وما جابوا، بنضرب على قلبك اكتب اسمك يطلع على وناس. حتى اللي جايين اليوم ما مشكله، بس انتبهوا علي. طبعا حفل التكريم بده يصير بالمركز الثقافي ان شاء الله، بس ما عاد نتائج التكميلية، يعني مو عن نتائج الدوره الاولى ان شاء الله. هذه القصه اللي بنجحشين هلا، يعني بعد الدوره التكميلية. العلامه المطلوبه للتكريم نحن بناخذ على ترتيب طلابنا، يعني نحن عندنا 400 طالب، 500 طالب، 600 طالب صاروا 500 او 600 بالمعهد. فاول 100 مثلا او فوق ال 220 مثلا، يعني الخاتم مركز ثقافي شو بتسع 200 او اول 150 او اول 200 حسب، يعني على الاغلب جميع الطب والهندسه على الاغلب. فان شاء الله طبعا كل واحد مسموح يجيب معه بابا وماما فقط اذا كانت الاعداد، لا مستضيفين انه عالم يجوا يوزعوا قهوه ما في، عالم يجوا يتفرجوا كمان ما في، تتفرج تحضر على اليوتيوب، تشوف رفقاتك على اليوتيوب. هي بدها وصل استاذ. اذا كنت من جماعه ما متفوقين، طبعا انتم كلكم اكيد موجودين بيناتنا، انا بعرف هذا الشيء. ورقه جديده اسم الثلاثي ورقم الكتاب. لانه بالكيمياء ما اخذينها ولا مره، هذول عم يحفظوا على اللابتوب. فنحن تفقد الكيمياء ضايع، يعني ما بنعرف مين حضر معنا الكيمياء ايام السنه اصلا. فاكتب اسمك على الورق. يا ان شاء الله كلكم تاخذوا شهادات تفوق من عنا ومن الجامعه، وبتعملوا كرت تفوق، كرت العرس لاحقا ان شاء الله. يلا يا مين بده يسمينا؟ بما انه اليوم اخر يوم، لونا تفضلي رقمي. من وين الرقم يا لونا؟ من هون، من سيان. واحد كملي. اثنين ثلاثة، برافو. ركز معي، في شي فرع؟ ما في فرع. اذا بننزل على الخطوه الثالثه مباشره، الالكان الموافق للرقم 3، 1 2 3 شو اسمه؟ بروبان. اذا بدنا نرقمها بدنا نسميها بروبان. لونا بعد بروبان شو بكتب؟ اميد. اميد انت على الموضوع. بروبان بروبان اميد. اعطونا واحدة من المكثفات. وين الأميدات بالمكثفة شباب؟ الأميدات بالمكثفة موجودين بالقائمة الأخيرة من وراء. في عندكم بوتان أميد. وين السفينة؟ واللي تحتها؟
في بروبان أميد، بروبان أميد تأكدونا منها المنافسة. طبعا هي طلعت موجودة شباب، بروبان أميد موجودة. صعبة؟ تكتب اسم الألكان تحط كلمة أميد. إذا فيها N مثل أي واحدة فيها N؟ وين في N؟ تحت البوتان أميد وقبل البروبان أميد. بالجهة الأولى في كمان؟ وين؟ الصفحة الأولى يعني؟ إيه شباب حبيبي بالصفحة تسميات العضوية بالصفحة واحد بالطرف اليساري مكتوب إيتان أميد شفتها؟ محل مكتوب أسد أميد، أسد أميد هذا اسم شاعر مكتوب اسم الدولي مكتوب تحت إن إيتيل أسد أسد أميد تعال سميها لهي ليكن ثاني شيء الثانية والثالثة رح نسميكم هاي اللي فيها إن ناخذ واحدة مثلا سي أو شوكولاتة سي أو إن سي اثنين أوتش خمسة أوتش يا مريم ساعدينا بالترتيب من هي من الرقم من عند لا من عند الذرة المنطوقة بيها تروح ترقي الآن بكرة واعها بدل ما تترقى من عند الذرة المنطوقة بيها يعني من عند هيس بعدين هيك ولا هيك هيك اثنين هل ركز معي في عندك جذر الكيلي مرتبط بالان اذا كان الفرع مرتبط بالان نضع اول شيء ان نحط اول شيء ان تمام تمام استاذ يا بعد الان شو بنحط شو اسم الفرع شوف شباب بدل رقم الفرع اجى حرف الان هلا اسم الفرع سي 2 اتش 5 هذا شو ايتيل بعدين اسم الالكان الموافق للرقم 2 ايتان بعدين امير تكتبون لنا اسماتكم ام ايتيل ايتان امير طبعا بالنسبة للجذر لكلمة ميتيل اكتبوا عليه هيك تكتبها ميتيل واللي بيكتبها اي زيادة ما بيأثر زيادة ميتيل تمام ميتيل بالكسرة وليس اخر نوع الامينات ايه أعطيك واحدة هيكلية تكرمين شوفي موجودة بالمكثفة الصفحة اللي ورا بالرقم 2 بالصفحة 2 اللي عم يحكوا ما يحكوا لا إله إلا الله جلس لها العادة انت وياه مش بشربك أبو هرم يلا الصفحة الثانية شوفي رقم تيبوتان أميد مكتوب شوفي كل شاب بوتان أميد موجودة بالصفحة الثانية خامس واحدة من تحت تبع الصيغة الهيكلية فوق في إن أطش اثنين فوق في يا من نيمة رقمي من محل اللي موجود ان تمام؟ هذا شو رقم ميزا؟ وين الذرة اللي مرتبطة بالان؟ هون واحد ليك صايرة السي هاي للان هون ما في سي وين السي موجودة؟ اول سي مرتبطة ليك مثل هون طاحت لي الان كان في جنبه شو؟ السي إذا واحد كم لترقيم كم نقطة تقاطع اثنين ثلاثة فأنت كده تعرفي النوع
شفتي رابطين او مع ان رابطين او مع ان عرفتي انه اسمه أميد. بتروحي على الترقيمات شباب بالترقيم الصيغة الهيكلية محل اللي في حرف الان ما برقم دير بالك من هاي الصيغة الهيكلية بالأميدات محل اللي في حرف الان ما برقم برقم من اللي بعده ما تروح ترقم هون يعني مثل ما كنا عم نعمل مع مريم باليد ما بنرقم من عندنا بنرقم من السي من هون فرقمه 4 بنعين على الالكان الموافق للرقم 4 بوتان أميد صاد اخر شيء الامينات امينات الأمينات تشبه الأميدات الفرق بيناتهم ديانا هاي الأمينات يعني الزمرة شباب بتكون سي شوف سي ان بس بدون الأو سي ان بس بدون الأو يعني بدنا نشيل الأ هيك كانت زمرة الأميد شفنا الأميد هون تمام نرقم أطول سلسلة كربونية كان طالب قاعد كل واحد عم يعني صوتك وصلاب على الحارة عم سجل فيديو هذا عم يكتب لديمي يا نرقم أطول سلسلة كربونية من الطرف الأقرب للزمرة من الطرف الأقرب للزمرة بعدين نحط نفس الطريقة رقم الفرع اسم الفرع والملاحظة نفسها إذا كان الفرع مرتبط بالآن نضع حرف الآن هي نفسها كمان هون شباب آخر خطوة كمان نفسها بس بنغير اللاحقة بنسميها أمين تعال ناخذ مثال سياق شكلاته سياق شكلاته سياق شتنين ان اوبشن رقم من الطرف الأقرب لهداك واحد اثنين هاي رقم شغلة نسيناها اكتبوا عليك نكتب اسم الألكان الموافق
رقم رقم ذرة الكربون المرتبطة بآن هي نسيناها بعدين بنحط أمين. تتذكر أيام السنة قلنا إذا كانت شو حكينا؟ إذا كانت ميتان وإيتان ما بنحط الرقم. هيك حطناها؟ شباب هيدي الخطوة بيانات على اللوح عشان تنتبهوا تعرفوا انه الاسئلة اللي عم تيجي من الجلسة عشان ثاني يوم ما تطلعوا تنقل تعرفوا ايش من هالسؤال فركزوا معي. بارك الله عم يحكي وكان خادمين الامينات وخادمين الاميدات والجيب الصغير يا اخي الفهمان ما كان يجي خلصونا وملاحظة لكم انتبهوا علي شايفين هاي؟ إذا كان إيتان وميتان ما منحطها الرقم يعني بدءا من البروبان أخذنا أيام السنة مين عنده هاي الملاحظة؟ مين كاتبها؟ أكدينا لنا بالله؟ إذا كان شو قلنا؟ من بعد البروبان تمام إذا هون اسم الألكان يلا واحد اثنين شو اسمه؟ إيتان هيدي الخطوة ما بعملها ليش؟ لأنه إيتان بالميتان وإيتان ما بعملها له فورا بكتب له كلمة شو؟ أمين بالكتب القديمة كانوا بيسموها أمينو الإيتان فالأنسة أمل هلأ كاتبة التسميات عندكم وفقا الكتب القديمة طب انا اعدل التسميه بالموجوده عندكم شوف وين يلا الصفحه الاولى محل اللي مكتوب امينو الميتان سميها ميتان امين صلحها والصفحه الاولى بالمكثفه محل مكتوب امينو الميتان صلحها ميتان امين ثاني واحدة ان ايتيل ايتان امين مكتوبة ان ايتيل بس امين الايتان عكسية عملية ايتان امين وين في امينو لا لا حنا مكتوب امينو في امينو في رابع واحد مكتوب إيتي الأمين ما بصير شو لازم يكون رابع واحد مكتوب إيتي الأمين إيتان أمين برافو لك اسم الألكان قبل هذا نفسه اللي علوه رابع واحد عندكم سي اثنين أتش خمسة هذا هو نفسه لكم سي اثنين أتش خمسة ما بصير يكون إيتي يكون إيتان أمين كمان صلحوا إيتان أمين وهكذا فصلنا التسجيل